مساء الفل والهنا عليك. مين فينا يقدر ينسى أول مرة راح فيها السينما؟ السينما الساحرة الخلابة الجميلة، العالم الرائع البديع اللي بنخش جواه، وأول ما تنطفي الأنوار نعيش مع الشاشة الكبيرة والصوت الجميل الرايق اللي بيوصل لودنا، ونعيش الحكاية كلها ونفتكر التجربة، ونروح وإحنا فاكرين وحافظين يمكن كل شوت شفناه في الفيلم. مين فينا ينسى إننا تعلمنا على إيد التلفزيون المصري إزاي نتذوق الأفلام الأجنبية، وإزاي كان شعبنا بيروح السينما يشوف أفلام من الدنيا كلها في كل أنحاء مصر، كل أقاليم وربوع مصر. ومين فينا ينسى أول أغنية حفظها من فيلم أو سمعت معاه قوي، أو دخل تاني علشان يسمع الغنوة مثلا؟ مين فينا ينسى مثلا سانجام وأغاني سانجام؟ مين ينسى مثلا جون وذ ذا ويند، ذهب مع الريح، لورنس العرب، أفلام إلفيس بريسلي، أفلام الإيطالياني والفرنساوي والأمريكاني والإنجليزي، وساعات الروسي كنا بنروح نشوف أفلام روسي مدبلجة ونتعرف على الثقافة الروسي في وقت من الأوقات. لكن الأفلام دي لأنها كانت موجودة معانا ورجعت اتعادت لما شفناها في التلفزيونات تاني، ولما شفناها على الفيديو كاسيت، ولما شفناها على كل الوسائل والمواقع، بقينا نفتكر ذكرى أول مرة رحنا فيها السينما وأول غنوة حفظناها. إحنا النهاردة في احتفالية بنقول لكم تعالوا ننشط الذاكرة ونسمع الأغاني المشهورة اللي كانت في الأفلام اللي عشنا معاها سنين طويلة، ومش المشهورة بس، الأغاني اللي حصلت على جوائز معظمها جوائز أوسكار، وإن ما كانتش الغنوة حصلت على جائزة الأوسكار فهي ترشحت وهي كانت مذكورة ومؤرخة في التاريخ، وهي هتلاقوها في ودانكو. الليلة مش سميعة الأجنبي بس اللي هينبسطوا، الليلة اللي كانوا بيروحوا السيما وينبسطوا من السيما وينبسطوا قوي لما فيلمهم يجيلهم في التلفزيون. والنهاردة هنعيش مع هذا الجو ونقول للعالم على فكرة مش انتوا بس اللي بتعرفوا تغنوا أجنبي، لا 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 لا، ده احنا كمان أساتذة ومعلمين في الغنى الأجنبي. وتخشوا تحدي، يلا نخش. مبدئيا احب ارحب بالمايسترو جورج أولتا اللي هيقوم معانا بهذه الاحتفاليه الجميله. مايسترو جورج اتفضل. اتمنى لك التوفيق. Thank you.
Thank you.